هي هي انت انا ايه انت شنو شحال قدك تستهان بالامور وما تعاش بالمسؤوليه؟ شحال قدك تكذب على راسك وعلى الناس وعليا؟ عمرك سولتي راسك علاش ناس الريف وجراده كيصيحوا كيغوتوا، ولا علاش البرلماني اللي صوتوا عليه الناس من اللي نجاح خدم غير خوتو؟ شنو ذنب هذوك اللي في الاطلس كيموتوا؟ واش ما بقاش في قلبك الرحمه؟ وفي راسك شبلي الربع في الشعب مفرش الارض وغطاه السماء؟ علاش علاش مواطن بحالك بحاله انت تعيش في نعمه وهو ما عندوش باش يخلص حتى الظلمه؟ ما قلتي ليش شكون انت؟ شكون انا؟ انا اللي قتلتيني شحال هادي ودابا فقت وجيتك. انا اليوم جيت باغي نفيدك نقنعك. انا اللي قبل ما تدوي كان سمعك. انا اللي عارف حقيقتك فعالك والقبيح وجوهك، حيت انا منك وخا ما كتفهمنيش انا كنفهمك. انا عارف صوتك يزعجك من اللي كتسمعو، ولكن اليوم انا وياك خصنا نتفاهمو. تشبيني وبينك اخويا تفهم معايا ولا نتفاهم معاه؟ كاين شي افيرات نتفاهمو، سربيلي سربيلي، اما هاد الشعارات والموالات اللي دخلتيني بهم راه ما عندهم ما يعطيوني وما عندهم ما يعطيو، راه ما كاين غير السيلو بيك، دفع لي الدرهم نسربيك. وهاد الهضره اللي كتقول كامله ماشي سوقي، وهاد الفلوس راه ما كناخذهاش غير بوحدي انا والمسؤول اللي فوقي. عليها بنادم كيرشي ومستقبله وشبابه هباء كيمشي. وانت شمن مستقبل اللي كيمشي؟ وتعال تشوف الصهد ديال الغلا اللي كاينه في المارشي. واش ما نبقاش فيك انا كلشي دار الحديد وانا نبقى على رجلي كنمشي؟ وباش غادي نعمر لبنتي الكارد كيشي والمدام ديالي راه ما كتعرفش هاد الشيء؟ ما كاينه بغيت هاد الشيء، خاصني هاد الشيء، هذيك البلاصه عجبتني خاصني ليها نمشي. خوك راه تاقهر ما عنده فين يمشي. واش غادي تبقى مقابلني غير انا؟ واصلا هذا اول بريكول في هاد السيمانه، علاش ما كدويش مع عبد الواحد الراضي ولا دوي مع داك اللي اختال الشركه وشرد عمالها ودار كونجي مالادي ما عرفناش كي دار، ولا دوي مع داك اللي عطى الدعم لحاتم ادار؟ واش انا اللي ديت الميزانيه ديال الفوسفات وكنصدر الحوت الغالي وكنبيع لكم غالي ثمن داكشي اللي شاط؟ واش انا اللي بلوكيت الحكومه حيت باغي ننتقم من بن كيران وشابات؟ انا راه غير موظف صغير، الا سرقت كنسرق من ناكل، ولا شفتيني ماشي مزيان مع المواطن كنتعامل راه غير من دوك جوج فرانك اللي كيلوحوا لي الشهر كامل. ولا شفتيني في الاداره كنصبق شي على شي راه داك اللي فوقي هو اللي قال لي دير هذا الشيء. ياك من اللي قاطع الشعب كامل قاطعنا معاكم، تما غادي تعرف باللي دارنا هو اللي داركم. اسمعني مزيان، ما انتاش معذور، هذا الشيء اللي كتقول هو اللي خلى البلاد اللور. واحد فيكم يلصقها في واحد والبلاد ما بقات كتهم اي واحد. إلا بغيتي تغير بدا من راسك، عاد شوف اللي قدامك. إلا كانوا اللي دايرين بيك قباح كنت معقول وتواحد ما يهمك، وديما شعارك الكفاح، حيت الفاسدين دايرين بيك باغيين يحربوك بالسلاح. والفاسد إلا كان جنبه واحد صالح خصو يفسدو عادي يرتاح. ونصيك تا حاجة ما كتجي بالساهل، الكفاح ثم الكفاح ثم الكفاح، حاول وواصل. وعساك ما غاديش نأنبك، غادي نرتحك، غتلقاني معاك في جنبك. اجي انت بعدا من الصباح وانت كدوي، ما قلتي ليش شكون انت؟ انا ضميرك. ضمير المستتر ولا المتصل؟ وانا بعدا عمري شتي ضمير مغربي كيهضر باللغه العربيه. دابا من هادشي كامل شنو بغيتي عندي؟ شنو درت لك انا؟ كنت قريب تقتلني وجيت اخر مره على الله نفيقك. باغي تفيقني؟ ياك ما انت من اصحاب المهام الصعبه. نتمنوا تكونوا فهمتوا هذه الرساله. تقدر تبان لك المنظومه كامله فاشله، وانت لا بغيتي تصلح البلاد منين غادي تبدا؟ واش من التعليم واش من الصحه؟ البلاد كامله رايبه، ولكن انا كتبان لي غير مساله ضميرو صافي. الا كل واحد فينا خدم ضميرو وسمع ليه وتصالح معاه هاد البلاد غادي تمشي مزيان، وتحيه لاي واحد كيبغينا فين ما كان. اما بالنسبه للناس اللي باغين يعرفوا كيفاح شكون هو حصريا، اليوم غادي تعرفوا كيفاح شكون هو. كيفاح هو الضمير المغربي، الضمير اللي ناقش شحال من مسؤول في هاد البلاد، البلاد اللي باش تسكت صوت الحق قتلت واعتقلت عداد. كان معكم ام سي طالب. كفاح جوج يوتيوبر في عيون بعض الناس قباح. حنا ماشي قباح، حنا كنحاربوكم بالفكر وانتوما كتحاربونا بالسلاح. هو مشى تلاح. انتظروا الحلقة القادمة المشتركة على قناتي ام سي طالب. شكرا لكم ودمتم احرارا.